أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، إليكم التفاصيل. في ظل الأوضاع المناخية المتغيرة التي يشهدها العالم، يبرز إعصار ليزلي كأحد الموضوعات الهامة التي تثير تساؤلات كثيرة، خاصة فيما يتعلق بتأثيره المحتمل على المغرب. فما هي تفاصيل وراء هذه الإعصار وكيف قد يؤثر على المنطقة؟ تكونت العاصفة الاستوائية ليزلي في وسط المحيط الأطلسي وعلى بعد حوالي 1100 ميل غرب جزر رأس الأخضر، حيث تحولت لاحقا إلى إعصار. بحسب الحسين يعابد رئيس مصلحة التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية، فإن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار تبلغ حوالي 120 كيلومترا في الساعة، مما يدل على قوته الحالية. رغم قوة الإعصار، يظل ليزلي بعيدا عن المناطق المأهولة، حيث يتجه شمالا في المحيط الأطلسي. ووفقا لتحديثات الأخيرة، لا يظهر المسار الحالي أي مؤشرات على اقتراب الإعصار من اليابسة. في الواقع، من المتوقع أن يضعف الإعصار تدريجيا بسبب انخفاض درجات حرارة المياه في المحيط الأطلسي الشمالي، والتي تلعب دورا حاسما في تقليص قوته. تاريخيا، لم يكن للأعاصير في المحيط الأطلسي تأثير قوي على منطقة شمال غرب إفريقيا بما في ذلك المغرب. يرجع ذلك إلى تأثير التيارات الجوية مثل الرياح التجارية التي تدفع الأعاصير بعيدا عن السواحل الشمالية الغربية لإفريقيا، كما أن المياه الباردة قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا تسهم في ضعف الأعاصير أو انحلالها قبل أن تصل إلى اليابسة. في النهاية، يبدو أن إعصار ليزلي لم يشكل تهديدا مباشرا للمغرب، حيث يستمر في مساره البعيد دون أن يؤثر على المناطق المأهولة. تبقى المتابعة الدقيقة للأحوال الجوية ضرورة لمواجهة أي تغييرات محتملة. إن الوعي بالمخاطر الطبيعية وكيفية الاستجابة لها هو جزء أساسي من التحضير لمواجهة الظروف المناخية المتغيرة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة.